السلام عليكم الغزالة ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحوال جيدة. وما نساوش كما ديما الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الغزالة ديالي رجعت لكم في فيديو جديد، جبت لكم واحد الكيك بدون فرن اللي كيجي رائع بالبسكوي. ما نطولش عليكم، دوزوا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه البنات، عندي هنايا بسكوي. اي بسكوي غتستعملوه، يعني غنقطعوا قطع هكا صغيره. انا عندي تقريبا هذاك ديال درهم، عندي خمسه، خديت خمسه ديال لي بسكوي. ممكن تضعفوا المقادير، المهم غنقطعوا على تشكيل حتى كنسالي كله غنخليه على جنب. من بعد البنات غادي نصيب الخليط اللي غادي ندير من فوقه. عندي هنايا البنات كاس ديال الحليب، كاس ماشي صغير، كاس كبير شويه ديال الحليب، والكميه كتبقى على حسب لي بسكوي اللي عندكم. المهم البنات، هاد الكاس ديال الحليب غادي نضيفه دابا في واحد الكاسرونه او واحد الاناء اللي غنديرو فوق النار. وعندي نص كاس ديال السكر حبيبات، وكيبقى على حسب الذوق، ممكن نديرو غير ربع كاس الا كان البسكوي حلو. وعندي تقريبا واحد جوج معالق ديال الحليب المجفف، جوج معالق كبار البنات ديال الحليب المجفف اللي كيعطيه واحد المذاق رائع، كيزيد واحد النسمه في هذا، سميتو زوينه بزاف. المهم من بعد البنات، عندي هنا كاكاو مر، ممكن تديروا تقريبا ثلاثه المعالق، اللي ما عندوش ساشيه او اللي عنده ساشيه ممكن يدير ساشيه ديال كاكاو المر. وغادي نضيف واحد المعلقه ديال الكاكاو الحلو او كاو بيل او يعني اي كاكاو حلو. غادي نضيف واحد المعلقه، البنات اختياريه، انا غير ضفتها، يعني ممكن ما تضيفوهاش، المهم غير ضفتها. ومن بعد غادي نخلط المكونات باردين مزيان، وغادي نديرهم حتى كيتجانسوا مزيان، وغادي نديرهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى كيعقدوا شويه. ومن بعد غادي هانتوما يا البنات، دابا من بعد فوق النار يعني مع التحريك، يعني حتى كيبداو يغليو، يعني كيغلي مزيان. من بعد غادي يعني ماشي عقاد يعقد، غير هو كيعقد واحد شويه صافي. من بعد غنضيف واحد المعلقه ديال الزبده، ومع التحريك المستمر حتى حتى صافي كتذوب ليا ديك الزبده وهذا. ومن بعد غنطفي النار وغادي نخليه حتى كيبرد. البنات من بعد ما حيدته من فوق النار، يعني ضروري البنات خصو يكون بارد، يعني غنبقى نحرك حتى كيبرد شويه، يعني ما يكونش سخون بزاف. المهم على هذا الشكل هذا. وغادي نبدا نضيفو دابا من فوق البسكوي ديالي، وكما كتعرفوا ديما يعني غنضيف بشويه بشويه، يقدر الخليط يكون كتر من البسكوي او لا، يعني غنبقى نضيف بشويه وغادي نحرك حتى عيني ميزاني. الا بقى ليا باقي يعني قاسح غنعاود نضيف تاني شويه. المهم البنات، حتى نتوما غتشوفوا الشكل كيفاش داير، وغادي ضروري غنحرك مزيان، يعني حتى داك البسكوي كله كيشرب داك الخليط. من بعد البنات كيكون الخليط على هذا الشكل هذا، غادي نديرو في الثلاجه يبرد شويه، ومن بعد غادي نتلقى. في هذه الاثناء البنات غادي ناخد الشوكولاته اللي غندوب في باماري، اللي هو اللي غنزين به يعني من الفوق. من بعد البنات ما خرجت الخليط ديالي من الثلاجه، دابا غادي ناخد واحد البلاستيك الغذائي وغادي ندير فيه هذاك الخليط. انتما كتشوفوا يا البنات يعني الصور غيبينوا لكم، يعني ضروري غنبقى نرولي هكا حتى كنحصل على واحد الشكل اللي انا بغيت. ومن بعد غادي نديرو في المجمد ساعتين، ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. من بعد البنات ما خرجتو من المجمد، غنحيد لي هذاك البلاستيك وغادي نديرو فواحد، يعني غادي ندير من فوق الشوكولات. هانتوما البنات الشوكولات اللي ذوبت، من بعد غادي نديرو من فوقه وكما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. ومن بعد البنات ضفت واحد الخطوط ديال الشوكولات من الفوق، وواحد شويه بسكوي،
يعني التزيين كيبقى اختياري، ممكن ديروا الشوكولاتة ابيض من الفوق، المهم لكم الاختيار. كيجي رائع البنات، غير جربوا غادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف. وما تنساوش كيما ديما دعموني ولي لايك وتشتركوا في القناة ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا لكم.